نجيو في فيستيفال تيميتار. كاينه فايا يونان اليوم ميزيسيان سيريان من سوريا وعايشه في ستوكهولم. اول مره غادي تجي لفيستيفال تيميتار وحنا فرحانين بزاف بالاستضافه ديالها اليوم. الشو ديالها اليوم ان شاء الله تكون زوين بزاف. نقولها بلي راه كنبغيوك بزاف وكنا كنتسناو النهار اللي غادي تجي تغني فيه في المغرب، وشرف كبير لينا نكونوا حاضرين اليوم معكم. سعيده كثير بمشاركتي بمهرجان تيميتار وشكرا لهم على الدعوه الحلوه، وسعيده انه اول مره راح نغني سوا بالمغرب مع المحبين الحلوين كثير، ومحمسه كمان انه سمعت انه في يعني أحبة جايين من أماكن بعيدة، فبدي أقول لهم شكرا شكرا شكرا، وكتير كتير متشوقة أنه نغني سوا ونضلنا نغني. أخيرا رح أغني بالمغرب مع محبين عن جد هن بحسهم معي من أول الطريق، رغم أنه هي أول مرة رح نغني سوا، بس دائما بتجيني رسائل بتجنن مليانة حب وتشجيع. يعني وين ما رحت، يعني وين ما رحت في محبين من المغرب، فكتير سعيدة أنه لأول مرة هنغني سوا، واكيد مش الاخيره، واكيد يعني لاول مره حتكون باكادير، وان شاء الله البقيه بتكون بكافه المدن يا رب. مدينه كتير حلوه ومدينه هاديه، وبنفس الوقت يعني طبيعتها بتجنن واهلها بيجننوا. يعني من وقت ما وصلت هيك في نوع كتير حلو من الترحيب ومن الحب، واحلى شيء انه قد ايه بيحبوا مدينتهم، وهيدا شيء كتير حلو، والكل هيك محمس على المهرجان وعلى الموسيقى، فبتشوفي قد ايه بيحبوا عن جد ثقافه وعندهم اهتمامات هيك بالفن، هيدا شيء كتير حلو، فكتير محمسه. يعني انا كنت متحمسه قبل ما اجي، بس هلا من بعد ما وصلت تحمست اكثر على الحفله. يعني من وقت ما جيت تعلمت كتير قصص، ووحدة منهم أزول. انا جد سعيد، يمكن غادي تجيكم غريبه لانني اول مره غادي نغني في منصه ديال تيميتار في اكادير قدام جمهور الامازيغي وال يعني كاع المغاربه، وحنايا كنا مفتخرين انني نجحوا لي الاغاني من شحال هذه، ولكن يمكن هذا العام كانت سنه تميز في هذا الالبوم الجديد اللي هو بلا عنوان، اللي كنبغي نشكر كاع ليكيب اللي خدمت معايا في هذا الالبوم. وانا فرحان انني تعطلت ما غنيتش في اكادير حتى اليوم، لان اليوم بالنسبه لي شيء كبير، وكنتمنى الجمهور لمدينه اكادير والنواحي اليوم نفرحوا كاملين ونبينوا على ان فعلا الاغنيه المغربيه تستاهل توصل تفوت الحدود، وفعلا ان الاغنيه المغربيه الصادقه اللي ما كتحملش رسائل ايحائيه ولا رسائل خاويه. الحمد لله كاين الموسيقى وكاين مواضيع معقوله واللي كتقيس الكبير والصغير. المهرجان تميتار راه باري تعجابي، قالت الحاجه اللي باري فولكين اردي الشكشامي العدد وقدود اللي قلت نسو قادير سرين غسد تقا يد سارة بهراء مقورن اللي قان يد سران حتي معمور اللي ديسمون يا العدد نمتني قلت